الو، اتفضل. الو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، اتفضل. يا راجل الدلمة بتصل بالبستاني كان رد علي. يعني هو انا يعني عشان غلبان تعملوا فيا كده؟ لما اتفضل تصدق كثير يا شيخ. اتفضل. طيب بقول لك، عندنا حته ارض في الصعيد وارض نعمل عليها مشروع تربه، تفارقني؟ سامعك، اتفضل. بقول لك عندنا حتة أرض في الصعيد وعايز نعمل عليها مشروع تربة، تشاركني فيها؟ مشروع تربة؟ حسينية ولا من غير ولا مش حسينية؟ حسينية يا باشا. بقول لك يا باشا، من جنيه ل 10 مليون، ده أنا لسه قابض 10، يعني من جنيه ل 10 تلاف يعني. خلاص تمام، شرافة مع بعض يعني. شراكة كرامة، تربة حسينية هتجيب فلوس وبتاع ولطم وتطبير وزحف وتراب، معاك في أي حاجة شغال. يا باشا دي طمية من النيل، أنا ساكن النيل بالضبط في جنوب الصعيد. الراجل شكله بيتكلم بجد وأنا بهزر. حبيبي يا شيخ، الله حبيبي يمسي عليك وأبارك لك على الاسمية دي، الرتبة الجديدة بتاعتك. الله يكرمك. كده يبقى بتهزر كده، ماشي يا غالي، الله يبارك فيك. حبيبي يا باشا، وفكرنا في موضوع التربة، لو مشت بنمشي معاك. حاضر، ماشي.